وإلى صورة المساء مع قصوى. مع حضراتكم دايما نقول إن الصور تاريخ ناطق وواقع يتكلم، والصورة دايما زي ما بنقول دايما بتتحدث بملايين الكلمات وتفند الكثير من الوقائع وتغير مجرى التاريخ وتنشر الكثير من الفضائح. الصورة تتحدث دائما أبلغ من أي حديث. خلينا نقول لحضراتكم النهاردة الصورة اللي معانا إيه. كنا رحنا مع حضراتكم في التاريخ والأماكن بعيد، رحنا معاكم قبل كده لفيتنام وشفنا معاكم في أكثر من وقفة كيف دخلت القوات الأمريكية فيتنام، وشفنا مع حضراتكم كيف خرجت القوات الأمريكية من فيتنام، والتعامل حتى جبنا لحضراتكم بعض المشاهد واللقطات المتعلقة بتعامل القوات الأمريكية وهي خارجة، وكيف كان الخروج مذل ومهين، وإزاي اتعاملوا مع الخونة والناس اللي كانت باعت وطنها في هذا التوقيت لدرجة أنه كان بيتم إلقائهم من الطائرات وكانوا تخلوا عنهم بشكل سيء جدا، وطبعا من تبقى منهم تعرض للإعدام والمحاكمات. ده على جانب. الجانب الآخر، أثناء وجود القوات الأمريكية في فيتنام طبعا حالة الدمار الكبيرة اللي حصلت لهذا البلد، وطبعا استطاع أن يقوم مرة أخرى، لكن وثق تاريخيا بالصور وبكل شيء ماذا أحدثت وفعلت الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام. نقول لحضراتكم النهاردة الصورة، هذه الصورة أطلق عليها الهروب إلى بر الأمان، وهذه الصورة التقطت في 6 سبتمبر 1965، التقطها المصور الياباني كويتشي سوادا، وده كان مصور لوكالة يونايتد بريس الأمريكية، خد بيها جائزة الصحافة الدولية سنة 65، وخد بيها الجوائز العديد من الجوائز الأخرى. هو طبعا كان في البداية القصة بتاعتها أنه هذا المصور كان موجود لتغطية حدث معين. إيه هو الحدث ده؟ الحدث ده كان موجود في مقاطعة اسمها دينا بينا في بلد اسمها كوي نون. هذه البلدة في منطقة ساحلية في وسط فيتنام. كان المفترض أنه جزء كبير من المقاومة الفيتنامية في هذا التوقيت كانت مقسمة نفسها مجموعات كده، مجموعة منهم كانوا موجودين في معسكر قريب من البلدة دي، وكانوا بيدخلوا البلدة دي يتعاملوا مع الناس، ياخدوا بعض الأكل وكده ويرجعوا تاني للمعسكر بتاعهم. قريب منهم كان في قاعدة عسكرية أو معسكر أمريكي موجود، وكان بيقوم باستهداف المقاومة الفيتنامية في المناطق المحيطة. في التوقيت ده بدأت الولايات المتحدة الأمريكية أو القوات الأمريكية تنتبه أنه في أضرار جسيمة بتحصل لها، وفي يعني تدمير كبير وقتل للضباط والجنود اللي بيكونوا موجودين من قبل المقاومة الموجودة في هذا المعسكر اللي في مقاطعة دينابنا جنب بلدة كوي نون. فقرروا أن هم يعملوا حملة كنوع من يعني إيه التطهير إنجاز التعبير على هذه المقاطعة وعلى هذه القرية تحديدا. انتقلوا بقوات عدد كبير جدا إلى هذه القرية، هم ما كانوش عارفين عدد القوات اللي كانت موجودة هناك أو المقاومة اللي موجودة هناك شكلها إيه أو عددها إيه. خدوا يعني ما يشبه الحملة كبيرة جدا وتوجهوا إلى هذه المنطقة في يوم 6 سبتمبر، اليوم اللي التقطت فيه هذه الصورة 5 سبتمبر، وكان صباح 6 سبتمبر. وصلوا المكان بدأوا يخرجوا الناس من بيوتها بالإكراه، وبدأت الجنود والضباط الأمريكيين يدخلوا على السيدات والأسر الفيتنامية في بيوت فقيرة وبسيطة جدا، يرفعوا عليهم الأسلحة عشان يفضوا الناس من المكان، فلا يتبقى ليهم إلا المقاومة وجها لوجه. واستمرت العملية دي حوالي 4 أيام وصولا إلى يوم 10 سبتمبر حيث انتهت هذه العملية. طب القصة، قصة الصورة اللي التقطت النهاردة، المصور ده كان موجود في هذه المنطقة، كان بيغطي مع القوات الأمريكية اللي كانت نازلة، لكن دايما الحس الصحفي يعني غلب الرؤية السياسية اللي هو كان رايح بيها، والتقط غصب عنه هذه الصورة. صورة هنشوفها مع حضراتكم حالا، صورة اللي حكيتها واحدة من السيدات اللي كانت موجودة في هذه الصورة طبعا بعد سنوات، قالت إنه المصور ده كان بيساعدنا وكان بيمدلنا يد العون، وبعدين ساب يعني عدينا وبدأ يساعدنا وبدأ يلتقط لنا صور. زي ما حضراتكم شايفين السيدة دي وأختها وأطفالها الثلاثة، زوجها قتل واترفع عليهم السلاح وطلبوا منهم إن هم يخرجوا حالا من البيت الفقير البسيط اللي هم موجودين فيه الجنود الأمريكيين، ملقوش طريق ينزلوا فيه غير قدامهم النهر. شالت أطفالها زي ما حضراتكم شايفين، في طفل كبير شوية بيعرف يعني يتحرك أو يعوم نوعا ما ماشي وراهم، لكن الطفلين الصغيرين هي وأختها شايلين الطفلين وبيتحركوا بيهم في مياه النهر العميقة جدا. هنا المصور كان موجود
بدأ يلتقط لهم صور، التقط لهم أكثر من صورة، وكان أكثر شيء مؤثر هي نظرات المعاناة والخوف والقلق. حضراتكم شايفينها في عينين الطفل اللي بيبص، في عينين السيدة اللي بتحمل الطفل الثاني، في بكاء الأطفال، في يعني لهفة السيدة اللي بتحمل الطفل الصغير على اليسار وهي بتحاول يا زي ما بنقول كده تعافر عشان تعدي من المكان الخطر اللي هي موجودة فيه من النهر وتخرج للنقطة الأخرى أو لنقطة آمنة بعيدة عن أسلحة الجنود الأمريكي. المصور التقط مجموعة صور مؤثرة جدا، ساعد هذه السيدة في الخروج وخرجها وبدأ يجيب لهم أكل وحاجات من بعيد، خلسة قال إنه كان بيختلس ده من وراء الجنود اللي كانوا موجودين، وساعدهم إن هم يوصلوا المنطقة، ورجع كمل شغله وبعت للوكالة بتاعته الصور دي. نشرت الصور دي، أثرت تأثير عالمي كبير جدا، والصحافة العالمية خدتها، وكانت يعني تعتبر سبة في جبين هذه العملية. العملية كانت أطلقت عليها القوات المسلحة الأمريكية أو القوات الأمريكية أطلقت عليها اسم بيرانا، فكان صب في جبين هذه العملية أو العملية بيرانا هذه الصورة. بعد ما المصور نشوف الإنسانية ملهاش علاقة بالسياسة، بعد ما خد الجائزة والجائزة كانت قيمتها كبيرة جدا، خد نصف الأموال بتاعة الجائزة ودور على هذه السيدة وأختها وأطفالها وراح لهم إداهم مساعدات واشترى لهم حاجات وجاب لهم أكل وأشياء من هذا القبيل، وقدم لكل الناس اللي كانوا موجودين في المنطقة دي وكانت أسر كلها فقيرة وبسيطة، قدم لهم مساعدات من ثمن الجائزة اللي هو خدها عن هذه الصورة، وقال إن هم كانوا أبطال لقصة نجاح وهم الأبطال الحقيقيين. دي الصورة اللي جبناها لحضراتكم النهاردة، صورة إنسانية معبرة كيف يتعامل المحتل والمستعمر ومن يدخل إلى بلاد الآخرين ومن يذهب إلى بلاد الآخرين غازيا تحت أي مبرر، كيف يتعامل مع أهل هذا المكان. التقطت بتاريخ 6 سبتمبر 1965 في فيتنام.